عن القمة 117. وأنا بتكلم مع محمود سعيد وبقية فريق الإعداد بالكامل الحقيقة، قلنا هنتكلم شوية عن ذكرياتي أنا أو ذكريات الجيل اللي أنا كنت بتشرف وإن أنا أتواجد فيه عن مباراة الأهلي والزمالك. قلت لهم الحقيقة وأنا هتكلم يعني تقريبا أنا لعبت حوالي تقريبا 12 مباراة أهلي وزمالك أو 14 مباراة أهلي وزمالك، تقريبا كسبتهم كلهم باستثناء مباراة وحيدة فقط. المباراة الوحيدة اللي احنا أو النادي الأهلي ما كسبهاش كانت مباراة كنا خدنا الدوري، خلاص انتهى الدوري وخدنا الدوري قبل ما ينتهي بحوالي 4 أسابيع، كانت آخر مباراة هي مباراة نادي الزمالك. في ذلك الوقت مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي إدى إجازة مش لخمسة ولا ستة ولا سبعة، إدى إجازة ل13 لاعب، 13 لاعب خدوا إجازة لمدة أسبوع. وايضا المدير الفني مانويل جوزيه في ذلك الوقت خد اجازه برضه لمده اسبوع ورجع بعد المباراه، وقاد الكابتن حسام البدري المدرب العام في ذلك الوقت هذه المباراه، اتغلب الحقيقه فيها النادي الاهلي، ولكن كان يعني مش عايز اقول لحضراتكم ان هي كانت بالصف الثالث تقريبا في الوقت ده تحديدا، هي دي يمكن المباراه الوحيده اللي انا اتذكرها. ولكن بقيه ال 12 مباراه او ال 14 مباراه وبعد كده تقريبا فترات طويله قوي، النادي الأهلي دايما بينظر لشيء واحد فقط وهو المكسب، كيف تفوز في هذه المباراة وفي الدوري العام بشكل كامل. طبعا هي مباراة خاصة، هي مباراة ديربي ما بين أكبر ناديين في الوطن العربي وفي مصر، النادي الأهلي طبعا ببطولاته الكبيرة جدا جدا، ومن بعده يأتي نادي الزمالك الحقيقة في يعني في العدد البطولات، يعني نادي الزمالك 12 بطولة دوري، النادي الأهلي يعني ما بحبش أعد كتير لكن 40 أعتقد أو 41 بطولة، ولكن هم دول أكبر ناديين في العالم العربي من وجهة نظري. نادي الأهلي هو أكبر نادي في العالم العربي، وبالتالي هي مباراة لها وضع خاص دائما، دايما بتبقى هذه المباراة بالنسبة للاعبين وللجهاز الفني وكل الجمهور الحقيقة ولمجالس الإدارات لها وضع خاص ووضع مختلف. بالنسبة لنا احنا بقى هنا في قناة النادي الأهلي أو بالنسبة لنا احنا هنا باسم النادي الأهلي أو كاسم النادي الأهلي، المباراة دي في فترة من الفترات كانت مباراة مهمة وكل حاجة، ولكن كنا دايما في الفترة دي بننزل لغرض واحد فقط وهو المكسب، 3 نقاط، ما كانش عندنا تفكير في شيء آخر. بكرة إن شاء الله مباراة مهمة جدا، مباراة الكل يعلم أن ال3 نقاط هي المبتغى الأول أو المراد الأول لكل لاعبي النادي الأهلي وكل الجهاز الفني المتواجد وكل جمهور النادي الأهلي. مباراة فيها كل حاجة، ممكن تكسب، ممكن تتعادل، ممكن تتغلب. أنا دايما بقول لي الكلام ده، في ناس كتيرة بتقعد تقول لي ما تتكلمش في الكلام ده، لا أنا دايما بتكلم الكلام ده لأن هي دي الحقيقة، هو ده الكلام اللي أنا دايما بحب أتكلمه مع حضراتكم وهي الحقيقة. إن الأهلي دايما متعودين ان احنا نكسب، دايما متعودين ان احنا لا ننظر الا للبطوله فقط، ولكن كره القدم فيها كده، فيها المكسب والتعادل والهزيمه. ايه اللي هيحصل بكره؟ نتمناها ان شاء الله مكسب للنادي الاهلي، تشكيل جيد، تغييرات جيده، اداء جوه الملعب كويس. هنتكلم مع نجومنا اللي هيكونوا معانا النهارده قبل بكره، الحقيقه كمان عندنا النهارده نجوم كتيره جدا، 6 نجوم هيكونوا معانا على التوالي في الجزء الثاني من هذه الحلقه، 3 من النجوم الكبار وبعديهم ايضا 3 من النجوم الكبار هيشرفونا ونتكلم عن الامور الفنيه. هذه المباريات دائما هي ال3 نقاط، 3 نقاط هيوصلوك او هيقربوك من الدوري العام المصري، ولكن في نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم تقريبا الاسبوع اللي فات، المباراه دي النادي الاهلي لو كسب لن يفوز بالدوري، او مش معناها ان هو فاز بالدوري العام، لا اطلاقا، لسه في 11 مباراه مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيهم، ولكنها بتبقى بشاير كده لفوز النادي الاهلي بالدوري العام المصري. ولكن ان انت تكسب 3 نقاط من نادي الزمالك اللي كان متصدر خلال الفتره الاخيره اعتقد ده شيء جيد جدا، ولكن في نفس الوقت انت ما خدتش الدوري العام، وانا الحقيقه كنت مصر على هذا الكلام، ولو لا قدر الله حصل اي نتيجه اخرى غير المكسب مش معناها برضو ان انت خسرت الدوري العام، لسه 11 مباراه، لسه 11 مباراة، مهم جدا 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 ان حضراتكم تعرفوا هذا الكلام وتعرفوا ان اللعيبة مركزة في شيء واحد فقط وهو المكسب، الجهاز الفني نفس الكلام مركز في شيء واحد وهو المكسب، ولكن ال3 نتائج موجودة وال3 نتائج ممكن تحصل، الله أعلم، ربنا بس اللي وحده يعلم ماذا سيحدث في مباراة غدا.
عشان كده انا بقول لحضراتكم هي مباراه صعبه، ولكن انتظروا غدا النادي الاهلي بشكل، او مش عايز اقول بشكل جديد ولا بشيء من هذا القبيل، ولكن انا متاكد الحقيقه باتصالاتي خلال الفتره اللي فاتت مع اللاعبين، باتصالاتي مع اعضاء الجهاز الفني، باتصالات الجميع معاهم، الحقيقه احنا بقالنا 4 أيام ما نعرفش عنهم حاجه. عارفين ليه؟ لان هم معظمهم قافلين تليفوناتهم ومش مركزين غير في شيء واحد فقط، وهو ملعب المباراه وكيف سنفوز على نادي الزمالك، نقاط القوه اللي موجوده في نادي الزمالك، نقاط الضعف اللي موجوده في نادي الزمالك. مارتن لاسارتي من 3 أيام تحديدا قاعد اتفرج تقريبا على 6 مباريات لنادي الزمالك، اتفرج عليهم مره ثانيه على الرغم ان هو كان اتفرج عليهم قبل كده كتير، ولكن علشان يقدر يتاكد من كل شيء هو عايز يعمله، وكيف سيلعب هذه المباراه، او كيف سيبدا هذه المباراه، وكيف ستكون تغييراته اثناء المباراه، سواء كان كسبان او متعادل او لا قدر الله خسران. دايما هنتكلم مع حضراتكم في الـ3 حالات، احنا مش عارفين، احنا عايزين نكسب، بنجتهد كلنا عشان النادي الاهلي يكسب. كل اللاعبين ان شاء الله بكره ان شاء الله يكونوا على قد المسؤوليه الملقاه على عاتقهم ويقدروا يكسبوا مباراه اعتقد ان هي هتكون واحده من اهم المباريات هذا الموسم. واحده من اهم المباريات، لان لو نادي الاهلي ان شاء الله كسب نادي الزمالك بكره هتبقى لاول مره منذ بدايه الموسم يتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب الدوري العام المصري. انتوا عارفين بقى لما النادي الاهلي بيتصدر ده معناه ايه؟ الكل يعلم هذا الموضوع تماما، اول لما النادي الاهلي بيتصدر انتوا عارفين بقى ايه اللي بيحصل. فنتمناها يا رب ان شاء الله ان هي تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي وتليق طبعا باسم نادي الزمالك. بالمناسبه بكره عدد الجمهور زي ما حضراتكم عارفين عدد محدود جدا في المباراه، كلنا هنتفرج عبر الشاشات اللي موجوده واللي هتذيع هذه المباراه. احنا عاملين لحضراتكم بكره تغطيه من الساعة 1 تقريبا لغايه الساعة 7، 6 ساعات ما قبل المباراه، هيكون عندكم نجوم كثيره جدا 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 من الساعة 1 لغايه الساعة 4، وانا هكون مع حضراتكم من الساعة 4 نتكلم عن كل ما يخص هذه المباراه، ومن قبلنا برضو هيكون موجود بعض النجوم الكبار علشان يتكلموا مع حضراتكم على التواريخ بقى وايه اللي بيحصل وكيفيه ان انت تلعب هذه المباراه. احساسي ان هي هتبقى مباراه جميله جدا ما بين الفريقين. النادي الاهلي دلوقتي في قمه تركيزه، كل ال 23 ال 24 لعيب اللي موجودين في قمه تركيزهم، ما بيفكروش يا جماعه والله في اي حاجه ثانيه، يعني ما حدش بيرد على التليفونات بقاله 3 4 أيام، اخر تليفون الكل وانا بتكلم مع الشباب اللي موجودين ومع كباتن الفرقه اللي موجودين، قالوا لي بص يا كابتن بقى احنا خلاص من هنا مش هنبدا نرد على حد غير يعني حتى زوجاتنا مش هنرد عليهم خلال هذه الفتره، كل غرضنا فقط وهو التركيز في المباراة وان احنا ازاي نكسب هذه المباراة، مين اللي هيلعب مش فارقة، مين اللي مش هيلعب برضه مش فارقة، عندنا بعض الغيابات زي ما حضراتكم عارفين، وليد سليمان طبعا ابرز هذه الغيابات، ولكن مفيش اي مشكلة في مجموعة كبيرة جدا اللي تعوض غياب وليد سليمان في هذه المباراة. نتمناها يا رب ان شاء الله مكسب، ان شاء الله تكون 3 نقاط يستطيع النادي الاهلي ان يتصدر بهم هذه او يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري العام. طيب كالعادة بقى نروح نشوف